استعداد الاحتمال تعثر المفاوضات مع إيران هو أحد السيناريوهات التي سيتناولها وزير الدفاع بيني غانتس خلال زيارته إلى واشنطن. وأكد غانتس قبيل مغادرته البلاد أنه يتوجب توحيد القوى مع كل المعتدلين في المنطقة من أجل التصدي لطهران. هذه رحلة مهمة إلى الولايات المتحدة، سأبحث هناك مسألة زيادة التعاون الأمني والتصدي لتحديات المنطقة وخاصة إيران. أمامها يجب أن نوحد القوى مع كل المعتدلين في المنطقة، وسنناقش أيضا قضية أوكرانيا وغيرها من القضايا المهمة لأمن العالم والمنطقة وإسرائيل. في الأثناء يقوم قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي سنتكوم الجنرال أريك كوريلا في أول زيارة له في إسرائيل على رأس وفد عسكري يشمل الملحقين العسكريين للبلدين. وأفاد مصدر أمني للحرة أن الزيارة تنصب على تبادل الخبرات بين الجانبين. نحن نتواجد في فترة لا يوجد فيها تقدم في المفاوضات مع الإيرانيين، وربما لن تحدث أيضا. الإيرانيون يواصلون تخصيب اليورانيوم إلى 60%، ولذلك هناك أهمية في هذه الأثناء التي يجري فيها الجيش تدريبات لضرب إيران، ويجب تنسيق ذلك مع الأمريكيين وجهات أخرى في الشرق الأوسط، والتنسيق مع سنتكوم هو ذات أهمية قصوى. كما ستشارك طائرات مزودة للوقود أمريكية في المناورات العسكرية التي تجريها إسرائيل والتي أسمتها عربات النار. ومن بين السيناريوهات التي يتم التدرب عليها في هذه المناورات شن هجوم على إيران وحرب على عدة جبهات في إسرائيل. زيارة المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين إلى واشنطن وتل أبيب تحمل رسالة حول مدى التنسيق الأمني في الملف الإيراني، ولا سيما في ظل تعثر المفاوضات مع طهران. من مقر قيادة الأركان في تل أبيب، يحيى قاسم، الحرة.